صراحه هاد التصوير كنا دوزناه العام اللي فات. الدور ديالي الشخصيه اللي لعبت هي الشخصيه ديال الجهاد اللي هي بوليسيه سيفيل، وهي صديقه ديال نورا. يعني نورا وسليم هما واحد الكوبل اللي كيتباغاو، وان سيغتان مومون غادي يقدروا يحسوا براسهم بلي باغيين يطلقوا حتى يطراو لهم بزاف ديال المشاكل، وانا كنساند نورا في المشاكل ديالها صديقه ديالها. اي اون ميم طو غادي نتلاقى مع واحد الشخصيه اللي سميتها عهد اللي غادي يكون بيناتنا واحد القصه غراميه. هي شوفي شخصيه بيان سور غادا تكون صارمه، معايا شرطيه. انا تشرفت بزاف انني دخلت لهذا الميدان ديال الشرطه، عجبني بزاف. بيان سور كاينه الصرامه، ولكن اون ميم طون مور هذيك الصرامه كاينه واحد الانوثه، واحد طيبوبه، واحد الحنان. يعني مور هذيك المراه القويه كاينه واحد البنت هشيشه. شوفي صراحة أنا تشرفت بزاف أنني خدمت مع الفنانة جليلة تلمسي، والفنان عبد الصمد مفتاح الخير، والفنان عدنان محجة، والفنان يحيى أفندي، ودريس الروخ. بيان سور كو ملي كيكونوا معاك فنانين سابقينك بالإكسبيريونس كتستافدي منهم بزاف وكيفيدوك بزاف. وبيان سور هما لو بروجي حنا كنا كنخدموا على لو ميم بروجي، يعني إلا ما ساندناش بعضياتنا ما غاديش يكون أن بون ريزيو. وهي المرأة ديما متطورة، يعني أنا ديما كنشوف لا فام إلي فورت، والحمد لله هي غادا في واحد المسيره اللي هي زوينه. المراه هي برهنت على راسها باللي هي الي كابابل انها تجري بزاف ديال الحوايج في هذه الحياه. دونك انا مفتخره بالمراه. كنبارك لكم العيد، وكنوجه لكم تحيه كبيره، وشكرا لكم بزاف على التتبع ديالكم ليا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.